قررت تشترك النادي القريب اللي يم بيتكم، ولأنك تقدر تروح أي وقت تبي، أيضا تقدر تسحب أي وقت تبي، ولكن قاعد تشترك قاعد تحاول ما قاعد تشوف نتيجة، فقررت أحط لك بيرسونال ترينر راح تدفع له مئات الدنانير يقنعك تاخذ سبلمنت أو شغلات حتى ما تعرف تنطق اسمها، وراح يقولك روح الجهاز وروح الجهاز، ويمكن تشوف نتيجة يمكن ما تشوف نتيجة، ومعلين تمل فتقرر إنك تروح لجروب ترينينج، تروح مكان فيه نظام جروب تتمرن مع ناس ما تعرفهم، مستواهم متقدم، كل واحد مال شغل بالثاني، كل واحد قاعد ينافس الثاني، فانت تحس ان بروحك الكوتش مو ملحق يدرب هذا ولا هذا ولا هذا، مو عارف شنو يسوي، فيقول لك هذا الصبورة اقرا اللي مكتوب وتمرن عليه، انت راح تحس انك ضايع. في دورنا احنا تي اف دبليو معك كوتش هو موجهك الشخصي، راح يساعدك من ناحيه التدريبات، من ناحيه التكنيكات، تعليمك للتدريبات والرياضه ايضا، راح يساعدك من ناحيه القياسات الوزن، الجسم، نسبه الدهون، عضلات الماي، تغرير كامل بناء عليه، راح يعطيك التوجيهات الغذائيه، وما راح تتمرن مع اي جروب، راح تتمرن مع جروب كلهم على هدف واحد، على قلب واحد، كلهم عندهم نفس التوجه، راح يساعدونك، راح يساندونك، راح يسالون عنك، فما راح تحس انك بروحك، حتى لو اليوم اللي تحس انك تبي ترتاح راح تحس ان لا عندك ناس تبي تتمرن معاهم يسالون عنك يهتمون فيك. هذا في تي اف دبليو عندنا برنامجنا الرياضي العالمي راح يساندك ويساعدك تطلع أفضل ما عندك، راح تتدرب وتستمتع.